صاحبتي، كيف عاملين؟ كيف دايرين نتوما؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفقاس بالياغورت، غادي يكون جميل ولذيذ. كيف كتشوفوا معايا المقادير؟ كل شيء قدامي، غادي نشعروا على بركه الله في تقديم هذه المقادير اللي كيحتاجها هذا الفقاس. بالنسبه للفقاس ديالنا كيف كتشوفوا، كنحتاجوا ليه هنا عبرت واحد الكيلو ديال الدقيق الفرص الابيض، عندي جوج ديال الخمارات، واحد الفانيا وحده، عندي جوج معالق كبار ديال الماء الزهر، قبصه ديال الملحه، خمسه ديال البيضات كاملين، جوج معالق كبار ديال النافع اللي هروشته بعد ما صهدته شويه في المقله، عندي واحد الياغورت الفاني، عندي هنا واحد الكاس ديال العنبه ديال الجلجلان محمر، عندي هنا واحد الكاس ديال العنبه ديال اللوز اللي مرطب في الماء الزهر ليله كامله، نشفته خليته حتى نشف وهكا قطعته بالطول، عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وعندي كاس ديال العنبه ديال الزيت. طبعا غادي نحضر واحد القصعه باش غادي نخلطوا هاد المقادير هادي. وعلى بركه الله نبداو، غادي ناخذوا هكذا البيضات ديالنا، بسم الله نفقصهم هكذا في القصعه، نتاكدوا دائما البيض واش مزيان، نعملوا هكذا في شي طبصيل يكون حسن، هكذا نفقصوا البيضات ديالنا. حتى نكملوا هذوك الخمسه اخر وحده، غادي نزيدو معها نزيدو السكر، وغادي نخدمو نوجدو نفتحو الياغورت ديالنا، ونفتحو ايضا الخمارات، كلشي نوجدوه على ضربه، نوجدو ايضا سكر الفاني، غادي نخلطو هنا مع البيض ونبدا بسم الله نتوكلوا على الله ونبداو نشرعوا في الخلط. غادي نخلط مزيان كيف كتشوفوا البيض مع السكر حتى يذوب ليا، وديك الساعه نتلاقاو باش نضيفوا المقادير الاخرى. المقادير نضيفوا هنا عندنا الزيت، نبقاو نخلطوا هكذا بصبعنا شويه بشويه، حنا تنخلطوا نمزجوا هذا العصير، عفوا هاد الخليط، ما عرفتش علاش قلت العصير، واقيلا جهيوتي في شي عصير. اذا نكملوا هكذا نخلطوا، دائما بالكف ديال يدنا نحسوا باللي السكر صافي راه بدا كيذوب. صافي ندوزو نعملو قلنا العلبة ديال هاد الياغورت فاني، نخلط، اللي بغى يخلط في شي ماكينة أو لا في شي خلاط ممكن أنه يخلط بالخلاط، أنا غادي نخدم غير بيديا هكدا حتى نحسو بالمزيج تخلط مزيان. صافي قلنا غادي نزيدو واحد جوج معالق ديال ماء الزهر صافي باش يعطينا النكهه، صافي ونخلطو المقادير الاخرى. غادي نديرو اللوز ديالنا، نعملو الجلجلان، نعملو هذيك حبه الحلاوه، صافي ونخلط. صافي غادي نزيد الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه مع اضافه الخميره من وقت لاخر. هكذا دائما غادي نبقاو نخلطو مع الخميره ونمزجو الكل. الدفعه الثانيه ديال الدقيق ما نساوش الملحه، غادي نزيد الدقيق في نفس الوقت نكمل الخميره اللي عندي ونديرو الملحه، ضروري من الملحه باش ما تجيناش الحلوه اولا الفقاس ديالنا يجينا باسل. صافي وغادي نجمع،
وغادي نشوفوا شحال دخل لينا ديال الدقيق. هي دي بعد ما جمعتها هنايا على حسب نوعيه الدقيق، ربما انكم تدخل لكم 750 غرام او اكثر شي شويه. انا من داك الكيلو دخلت غير فقط 750 غرام على حسب نوعيه وجوده ديال الدقيق، وايضا على حسب حتى البيضات، الا كانوا كبارين راه المقادير كتزاد، والا كانوا صغارين راه ايضا الدقيق كيمشي على حسب المواد السائله اللي عندنا. هنا المهم انه يتجمع ويتفك لنا من القصعه. الان غادي نوجد الصينيه اللي غندير فيها هذا الفقاس هذا او العجينه ديالو، يعني لي بودان، وايضا غادي نوجدو باش غادي ندهنوا هذا الوجه ديال هذا الفقاس هذا. حضرت هنا واحد الطاوله ديال الخشب باش غادي هنايا نقطعوا لي بودان ديالنا القرص هكذا، غادي نقطعو باش نعملوهم ونلويوهم. ناخدو القريصة الأولى صافي هكذا، غادي نبقاو كان نحربلو فيه، بغيناه كبير أولا صغير هكذا كنمشيو وحنا تن هكذا تن نعملوه هكذا كنحربلو فيه وتنحطوه. اذا غادي نوجدو هكا الحرابل ديالنا، نمشيو للعجينه الثانيه بنفس الطريقه. كاين اللي كيبغيه يكون كبير بزاف، يعني كينقص من هاد الكرات هادو ديال العجين. صافي كنبقاو هكذا غاديين وحنا كنعملو هاد لي بودان هادو. إذن انا غادي نكمل هكا نلوي هاد البودانات اللي عندي ونديرهم في الصني، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي ندهنوهم. هيا العصيات ديالي رصيتهم في الصني. كناخذوا واحد الكميه ديال الكاكاو المر اللي ما يكونش مغلوق بزاف، غير بحال هكذا شويه مفتوح. كنعملوا واحد القطرات ديال الماء وغادي نخلطوه مزيان باش غادي ندهنوا هاد الوجه ديال هاد العصيات. اذا غادي نبقى كنخلط هكذا غير بالشيطه، ما نحتاجوش يعني شي فرشيطه اولا شي حاجه، حتى يولي لنا هكذا ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عقد بحال هكذا، على جهد ما يعني كيتشبر لينا اولا كيقبط لينا هكذا في الشيطه. هانتوما كتشوفوا ما درتلوش الحليب بزاف، هكذا كنخدموه مزيان باش دوك الكويرات ما كيبقاوش. صافي وغادي ندهن به الوجه ديال هاد العصيوات. صافي غادي ندهنو بعد الطريقه هادي، بسم الله هكذا كنبقى نشيت هاد العصيوات ديالنا بالشوكولا هكذا. غادي نكملوا على هاد الطريقه هادي هكا. غادي نزيد غير شي شويه شي قطره ديال الحليب هكذا باش ما يجينيش عقد بزاف ويتمشى لي في الشيطه هكذا. غادي نزيد واحد شويه كيف شفتوا، ها هو الترخه يعني هكذا باش يساعدنا باش غادي ندهنوا به. صافي غادي نمشي للباغيتا الثانيه او العصيه. هيا العصيات ديالي رصيتهم في الصني. كناخذوا واحد الكميه ديال الكاكاو المر اللي ما يكونش مغلوق بزاف، غير بحال هكذا شويه مفتوح. كنعملوا واحد القطرات ديال الماء وغادي نخلطوه مزيان باش غادي ندهنوا هاد الوجه ديال هاد العصيات. اذا غادي نبقى كنخلط هكذا غير بالشيطه، ما نحتاجوش يعني شي فرشيطه اولا شي حاجه، حتى يولي لنا هكذا ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عقد بحال هكذا، على جهد ما يعني كيتشبر لينا اولا كيقبط لينا هكذا في الشيطه. هانتوما كتشوفوا ما درتلوش الحليب بزاف، هكذا كنخدموه مزيان باش دوك الكويرات ما كيبقاوش. صافي وغادي ندهن به الوجه ديال هاد العصيوات. صافي غادي ندهنوا بعد الطريقه هادي، بسم الله هكذا كنبقى نشيت هاد العصيوات ديالنا بالشوكولا
هكذا غادي نكملوا على هذه الطريقه هذه هكا. غادي نزيد غير شي شويه شي قطره ديال الحليب هكذا باش ما يجينيش عقد بزاف ويتمشى لي في الشتاء هكذا. غادي نزيد واحد شويه كيف شفتوا ها هو الترخه يعني هكذا باش يساعدنا باش غادي ندهنوا به. صافي غادي نمشي للباكيطا الثانيه او العصيه. حبيباتي بعد ما بات لينا الفقاص ديالنا او لا لي باغيت باتوا لنا هكا في الغدا كناخذوه حتى باش غادي نقطعوه. صافي كناخذوا واحد السكين ديال المنشار او لا سكين عندكم ماضي صافي ونشرعوا على بركه الله في تقطيع هذا الباغيت هذا او لا هذا الفقاص. اذا بسم الله غادي نقطعوه بشكل مائل هكذا بسم الله. نمشيو غير هكذا بشويه حيت هو دابا راه رطب يعني ما غاديش يتكسر لينا بزاف. نتوما شوفوا الشكل ديالكم سمحوا لي غادي نقرب لكم تشوفوا واش غادي تكبروه ولا يعني ترققوه او لا تغلضوه. صافي هكذا كنمشيو بهذه الطريقه هذه وحنا تنقطعوا فيه هكذا كنقطعوه شويه يعني ما رقيق ما غليظ بهذه الطريقه هذه هكذا كيف كتشوفوها نتوما ما كايناش يعني دوك البقايا ديالو ما كاينش بزاف. اذا كنمشيو بهذه الطريقه وحنا تنقطعو غادي نكمل بنفس الطريقه بعد ما نوضعو في لاطا ديالي اللي غادي ندخلها للفران معايا حبيباتي. الفقاس ديالي بعد ما قطعته كيجي على هذا الشكل كنقطعوه بشكل مائل وراه ما كيتفرتتش بزاف كشي حاجه قليله فقط بالنسبه لي يعني الكميه اللي درنا كنستفوه هكا وحده حده وحده معليش الا حنا دحسناهم لانهم صافي راهم طايبين غادي يكملوا غير الطياب ديالهم. غادي نعملوا له النار يعني الوجه ديالو هو اللي غيتحمر لنا ومن بعد غادي نقلبوه على الوجه الثاني صافي وغادي نخلي وحتى كيتقرمش ويعطي واحد اللون ذهبي في على الوجه وايضا على القفه ديالو. ديك الساعات كنخرجوه ونقدمه لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. يعني هنايا الكميه اللي كنقطعوها ما كيفرتت ليناش نهائيا سيغتو اننا خليناه بات ليله كامله وصبحنا ارطب يعني ما غاديش نضيعوا فيه. حبيباتي في قصيد نهار اليوم هو هذا بعد ما حمرته خرجته من الفران حمرته على جوج ديال الجهات كيف كتشوفوا راه محمر مزيان. حاولوا انكم تحضيوها في الفران وتسعفوا راسكم بزاف باش كتبقاو تقلبوا من الجهتين. نتمنى هذا الفقاس ديال نهار اليوم راه رائع رائع جدا بلا ما نشكر لكم الوصفه وبنيد ولذيذ بزاف.
تجربوه، وإلا جربتوه طبعا خبروني في التعليقات، وما تنساوش توضعوا لي اللايكات وتدعموني بالتشجيعات ديالكم وايضا بالاقتراحات ديالكم للوصفات اللي بغيتوني نقدم لكم. راه وصفات كثيره كثيره بزاف، نتمنى ان شاء الله يكون عندنا الوقت ولبي جميع الرغبات والاقتراحات ديالكم. وايضا اللي ما اشتركش وشاف الفيديو ديالي نهار اليوم ديال الفقاس بالياغورت يدخل ويشترك، ومرحبا بك، وندعمه حتى انا بدوري بالقناة ديالي. وشكرا بزاف، وتبارك الله عليكم، ولله يخطيكم عليا كيف ما دائما كنقول لكم. وشكرا بزاف، الى فيديو اخر بحول الله.